بتعرف ماجد، انا بعرف انك مونون بقصة الجواز. ليش ما بعرف؟ يعني لإمتى بدك تضل هيك؟ البركة مالك صغير. صحيح معك حق، كبرت كتير وما تجوزت، شفت كتير وشفت قليل وما كنت لاقي وحدة تناسبني. بس هالبنت هاي خرطت مشطي تماما، وشها، عيونها، شعرها، قعدتها، كل شي فيها عجبني وبتناسبني عمرا، يعني لا كبيرة علي ولا صغيرة، وهذا هو مطلوبي. صار لي 3 أيام عم بسمع منك هالحكي، بدي شي جديد. مثل شو؟ يعني ما بكفي تخرط مشتك من بعيد لبعيد، لازم تشوفها، تحكي معها، تتعرف عليها، تعرفها على حالك. هيك من الباب للطاقة؟ اي سيدي، من الباب للطاقة. شو بدها الشغلة يعني؟ بعدين انت ما عم تعمل شي عيب لا سمح الله، قصدك شريف ونيتك سليمة، مو هيك؟ ولا ناوي تتسلى؟ أعوذ بالله، أنا غرضي تسلاقي، شو بنا ماجد؟ هلا بطلت تعرفني أنت؟ عم بحكي معك هيك لأني بعرفك، المهم قوم، قوم احكي معها خلصني. هلا شلون بدي أحاكيها وما في معرفة بيني وبينها؟ هلا ما صار لك 3 أيام عم تقعد مقابيلة؟ بلا. إيه معناتها صارت بتعرفك، أو على قليلي صارت بتعرف إنك مهتم فيها، وهذا بيسهل الموضوع كتير. قوم هلا، قوم خلصني. طيب شو بدي أحكي؟ يا سيدي الحكي بيجي لحاله، المهم تلاقي مبرر تبدأ فيه الحديث. مو هي هون المشكلة، المبرر. صار لي 3 أيام عم دور على مبرر وما كنت لاقي. حواليك شي مبرر ظريف؟ طيب شو رأيك قوم أنا حاكيه عنا؟ هلا عود بلا ولدني، مالنا أولاد صغار نحنا. إذا بدك تخدمني بتلاقي لي مبرر. طيب بسيطة، اسألها قديش الساعة؟ اسألها قديش الساعة؟ هالحركة ولادية، مو خرجنا، انقرضت من 20 سنة. طيب شو رأيك تعمل حالك مخربط فيها؟ شلون يعني؟ يعني مثلا هجوم عليها ضغري وإلا مرحبا سهى، على أساس تعرف واحدة اسمها سهى واستشبهت فيها، بتقوم بتقلك أنا مو سهى، يعني بعدين بتكفي من عندك. لو كنت مستشبه فيها كنت حكيت معها من يومين مو هلا. بعدين خايف عن جد يطلع اسمها سهى، بعرف حظي أنا. طيب شو رأيك إنك تحمل حالك وتقعد جنبها وتستعير منها المجلة اللي بإيدها؟ ماشي الحال، فكرة معقولة. ادعي لنا أخي ماجد. الله ياخذ بيدك، استناك ولا أمشي؟ انتظرني دقيقتين، إذا شفتني عم باخذ وبعطي بالحديث اتكل أنت. لو بدي اتكل؟ خذ تاكسي وروح انتظرني مطعم الشلال. ماشي، راح استنى. عفوا هاني سيف، في حدا قاعد هون؟ شكرا. حلو الطقس اليوم، لطيف كتير، لا برد ولا شو. ممكن استعير هالمجلة بالله؟ بعتقد ما في داعي لهالحركات. أنو حركات؟ صار لك 3 أيام عم تحوم حوالي وتاخد لي بوزات، ممكن أعرف ليش؟ الحقيقة أنا كنت وما زلت يعني حابب أني أحكي معك ومنتظر الفرصة. أيوة، وإجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي، مو هيك؟ طيب عفوا، أنت شلون بدك تحكي معي من دون ما تعرفني؟ أنا قلت لحالي أنه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين بنحكي، طبعاً إذا ما بدايق هالشي. بس بترجاكي لا تفهميني غلط، أنا مو من الناس اللي ببالك منه، بالعكس أنا نيتي اتجاهك صافية تماماً. على كل حال مو مشكلة، أنا ضجراني وحابة دردش مع أي شخص. ماشي الحال، أنا اسمي عادل. وأنا سهى. سهى؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا لا عجبني كتير. آنسة سهى، يا ترى أنت دائماً بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالة بيجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف. بالظاهر بيتكم ضيق وما بيدخلوا الهوا. لا لا مو هذا قصدي، بالعكس بيتنا كبير وشرح وعين الله حوله. وين ساكنة حضرتك؟ أنا غرب المالكي. وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤاخذة للإلحاح. مو مشكلة، بشارع مستشفى الشامي. ايه الحق معك، السكنة بهيك شوارع معرضة للضجة والتلوث، خاصة إذا كان البيت طابق وما في حديقة. لا والله عنا حديقة وكبيرة كمان، بس السكنة برات البلد أفضل، مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكون لي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وإسكن. بس منين يا حسرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلا،
وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مثمرة، بس رغم هالشي الواحد بيمل أحيانا ما بيعرف ليش. عفوا، يعني بفهم من هالكلام أنه حضرتك ميسورة الحال؟ إيه ولله الحمد، الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري وعندي شركات كبيرة وضخمة، ورغم هالشي بحس بالملل ما بعرف ليش. معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومال لي؟ هو صحيح المصاري ضرورية لرفاهية الإنسان وراحته، بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة. كيف ما اطلعت حوالي عم لاقي ممتلكات ومجوهرات ومصاري، صدقني مليت، يعني حاسة حالي إنه حياتي كلها فارغة، مع إنه كلها سهرات بأرقى الأماكن ورحلات لأوروبا ومتابعة لأحدث صيحات الأزياء والسيارات. عفوا، شو نوع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوقي؟ لأنه سيارة واختيارها بتدل على شخصية الإنسان. شايف السيارة اللي واقفة هونيك؟ أيوة، هاي المرسيدس البيضة اللي حدا الشوفير. هاي سيارتي؟ إيه، سيارتي وسائقي الخاص. تتهني فيها، فعلا سيارة مرتبة. بتصدق مليت منها، مع أني من شهرين اشتريتها. لا، شو الحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة، وقبل الفراري كان عندي جاكور كحلي وإلى خط ذهبي، وقبل الجاكور بدلت شي 4 سيارات أميركي، وهلأ والله ناوية بدل المرسيدس. شو رح تشتري بدالة؟ بي ام؟ ما بعرف، بجوز الطق بمخي وأخذ لي زلحفة صغيرة. زلحفة؟ نوع من التغيير مو أكتر. تعرف يا أستاذ عادل إني ما بثق بحدا من اللي حوالي، بحسهم كلهم منافقين ومخادعين وصيادين فرص، والكل بيتعامل معي من شان ساروتي مو من شان شخصي. مشان هيك عم أحس كل شي حوالي مزيف وبارد وممل. الله يعينك، تاري عم تعاني كتير، مو بس الفقرة اللي بيعانوا. نيال الفقير وعيشته كلها بساطة ورضا وقناعة وصدق. عفوا آنسة سوها، إذا سمحتي لي اتدخل، يعني كمان أنت بتتحملي مسؤولية هالشي، قصدي إنك فيك تختاري لنفسك أجواء خاصة ونمط معين لحياتك بحيث إنك تكوني مرتاحة. هذا الحكي نظري، لو كان عندك ثروة بحجم ثروتي ما كنت حكيت هالحكي. ليش كل هالقد ثروتك كبيرة؟ إيه كبيرة، لأني أنا البنت الوحيدة للوالد الله يرحمه. هو كان مغترب وكان عنده أملاك كتيرة، ولما توفى ورثت كل شي عنه. صحيح أنا ما بشتغل بإيدي وعندي موظفين ومستشارين ومدراء أعمال، بس مجرد متابعة الأرقام وإحصاء الأرباح بوجع لي راسي، والمشكلة إني وين ما حطيت مصاريي بربح، لو كل الناس خسرت أنا الوحيدة اللي بربح. فعلا مشكلة. تخيل، من 2 سنين اشتريت مزرعة بقر ببريطانيا لأنه والدي الله يرحمه كان يشتغل هنيك. المهم اشتريتها ب$5 مليون، وبعد فترة كل بقر بريطانيا جن إلا بقراتي، ما صار لهم شيء. لا، مو بس هيك، زاد سعرهم كمان لأنه ما جنوا. العام على الحظ، قصدي شو هالنحس هاد. ومرة اشتريت مزرعة عنب جنوب إسبانيا، نحمر بيا مربط خيل العرب، يومتها انضرب موسم العنب كله، لحقته دودة وما خليت منه شيء إلا عندي، ضلوا عنباتي مثل ما هنن وبعتهم بأغلى الأسعار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك عم يصير معك أنت؟ النحس لاحقني وين ما رحت، ليكون وجعت لك راسك بحكي. لا لا ابدا، اعوذ بالله، بالعكس انا مسرور كثير لانك فتحتي لي قلبك وحكيتي لي كل هالحكي. فعلا انا كنت بحاجه لاي انسان لحتى احكي له وجعي. صحيح ما سالتك، انت شو بتشتغل؟ انا؟ ايه انت. شفتي البقاليه يلي ورا جنينه يلي إلها خيمه خضراء؟ ايه عرفتها، هي إلك؟ لا شو إلي، بشتغل فيها بس. شو بتشتغل بياه؟ لا، محاسب ورا الصندوق، يعني هيك شغلي على قد الحال. يعني انت فقير؟ يا ستي بامكانك تقولي فقير او معدم لانه الراتب قليل كتير. ايه نيالك، على فكره انت عايش بنعمه مالك حاسس فيها ابدا. انا؟ على القليله بالك مرتاح وذهنك فاضي. مو بس ذهني فاضي وجيبتي فاضيه كمان. انت شاب
والمصاري مثل ما بتجي بتروح، لا تزعل عليها ابدا. مالي زعلان؟ مين قال لك اني زعلان؟ انت متجوز؟ لا لسه ما صار نصيب. وحضرتك؟ في اثنين حايمين حوالي وعم يطلبوا ايدي. الاولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن، عنده محلات اقمشه باوكسفورد ستريت. صحيح هو جنتلمان كتير ومزوي، بس مشكلته بارد. انا ما بحب الباردين، بتحس ردود افعال الباردين معدومه، شو ما صار حواليهم ما بيتاثروا. والتاني ابن ملاك كبير هون بالشام، عنده مزارع كبيره، كونسيروا وما كونسيروا ومرتديلا ومعامل اليات. كمان الشاب لطيف ومهذب، تعرفت عليه بحفله كوكتيل بسفاره ولمح لي على الموضوع. انت شو رايك؟ المشكله الاثنين ما نزلوا لي على معدي، انا غنيه وهن غنايه، وحديثنا المشتركه رح تبقى بايخه، كلها شغل وعمل وصفقات، وانا هربانه من هالشي. انت شو رايك؟ بشو؟ على فكره انا ما حسيت معك بالوقت ابدا. صدقيني انا عندي نفس الشعور انسى سوها. من زمان ما صار لي فرصه لاحكي كل هالحكي، بتمنى ما اكون ازعجتك بمشاكلي. لا لا بالعكس، انا مستعد اقعد معك 7 ايام بليليها وانا عم بسمعك. بس هلا عندي طلب صغير. تفضل. ممكن اشوفك مره تانية؟ خليها للظروف. وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما بنتحكم نحن بالظروف؟ على فكره انت جريء، وانا بيعجبني الشاب الجريء. وانت ذكيه ولماحه، وانا بتعجبني البنت الذكيه. شكرا، هذا من لطفك. على كل حال انا مسافره كم يوم على باريس، بدي اجيب كم فستان، برجع يوم الاربعاء. الخميس الجاي بتلاقيني هون بالجنينه. حاببتك كثير لهالجنينه، كثير مسليه. وانا رح اضل هون بالجنينه من هلا ليوم الخميس الجاي. طيب عن اذنك. مع السلامه. الله معك. سعيده. فرصه طيبه. الله معك. شو استاذ ما رح تتغدى عنا؟ لا والله بدي امشي، اذا حدا سال عني قل له ماجد عم يستناك بجنينة، خليه ينتظرني. حاضر. شكرا. اهلا وسهلا. شو وينك؟ تأخرت كثير أنسة سهى. معلش صار معي ظرف طارئ، حدا سأل عني؟ سأل عنك صاحب المحل وكان معصب كثير. إيه وشو قلت له؟ قلنا له راحت مشوار ضروري كثير وهلا بترجع. وحكى شيء؟ لا ما حكى، هي الفواتير عندك. يلا يا ابو رامز. لوين قاعدين بيه؟ خذني على مطعم الشلال، بكون ماجد عم ينتظرني هنيك، ملل من الانتظار. حاضر يا بيه.